السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اون اوتخ فوا في ماشين ماي سبيس مساحتي. معكم اسماء، اليوم جيتكم بان نوفيل فيديو. من قبل ما نبدا في الفيديو، البنات عندي طلب غير صغير. لي اول مره تشوف القناه تاعي هنايا تحت الفيديو قباله صايبي مكتوب ابوني، كليك عليها ولا سبسكرايب ولا اشتراك، وكليكي ثاني على زر الجرس هذاك الصغير اللي راهو قدامها باش تلحق نوتيفيكاسيون اشاك فوا نحط فيها الفيديو. الوغ البنات، فيديو تاع اليوم هو اجابه على اكثر سؤال مطروح في لاشين تاعي، وهو قولي لنا كيفاش تشري من لو سيت شين. لي سيت لي نشرو منهم كاين بليزيور سيت مشا لو سيت شين، مي باش نشرو من لي سيت هذوما كاين زوج طرق. الطريقه الاولى تشري من صفحات خاصه تكون وسيطه بينك وبين هذا لو سيت، في اخر الفيديو نمد لكم الصفحه تاعي. والطريقه الثانيه انه نخدمو اون كارت فيزا ونشرو حنا مباشره من لو سيت. انا حبيباتي خدمت مع كارت فيزا عن طريق شخص في الفيسبوك، هذا الشخص موثوق باسكو خدمتها عنده وصح وصلها لي، مثل المراحل اللي لازم نديرهم، واهم حاجه انه دبر لي نادغاس في الخارج باه نخدم بها لا كارت. فوالا، هو يوري لك كل شيء واش لازم ديري. اول حاجه لازم تفتحي حساب في موقع بايسيرا ولا اي بنك واحد اخر، وتبعي الخطوات اللي مدلك، وعلى 15 يوم هكاك تلحقك لا كارت تاعك. يعيط لك كما انا البنات، راه خويا تلاقى به في الجي، خلصوا هم دلو لاكارت. هاد لاكارت البنات تشد لنا 5 سنين، ومن بعد نرونوفليوها اذا حبينا نرونوفليوها. والحاجه اللي لازم تعرفوها انه بون بهاد لاكارت خلاص ولي تقدري تشري من كامل المواقع الاجنبيه لي ليفريو للجزائر، باسكو كاين مواقع لي ما ليفريوش للجزائر. وبهاد عمري لاكارت تاعك لازم تشري لوغو، كيف كاين وسطاء تابعهم في فيسبوك يبعثوا لك لوغو تاع بايسيرا وتبعثي لهم الدينار. ولازم ثاني يكون على بالكم انه البنك يسحب كل فتره كاش 0.45 هكاك اورو، يسحبها كل فتره. الوغ اللي تخدم بلا كارت لازم تكون على بالها بلي رايحه تستعملها مطولا، وما لازمش يلقاو الحساب فارغ سينو يبلوكيو لك لا كارت ديريكتومون. هي باش نخدموا كارت فيزا في البنوك الجزائريه كاين، مي القوانين تاعهم شويه صعاب، ولازم يكون عندك مبلغ مالي كبير في الحساب تاعك وحاجات بزاف، ولا كارت بالك تشد لك عامين ولا 3 سنين هذا ما كان. الوغ ما كاش كيما تخدموا في بنك يكون خارج الجزائر كيما تاع بايسيرا. والخطوات نعاودهم لكم باختصار. اول حاجه البنات طرات له هذاك الشخص اللي قلت لكم عليه، اللي حبت نمد لها الفيسبوك تاعو تكونتاكتيني في الانستغرام، نمد لكم فيسبوك تاعو. هو يقول لكم الخطوات اللي لازم ديروهم باش تخدموا لاكارت، وما تخلصيش حتى توصلك لاكارت. مي لازم تدبري كاش 4 يورو هكاك ديريهم في الحساب تاعك في البنك تاع بايسيرا كي تفتحيه باش يبعثوا لك لاكارت، ما لازمش يكون الحساب تاعك فارغ. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الاولى انه الشخص هذا كيوريك الخطوات اللي ديريهم باش توصلك لاكارت. الخطوه الثانيه نهار توصل لاكارت هو يعيط لك وتتفاهموا وين تتلاقاو وتمدي له دراهم وهو يمد لك لاكارت في نفس النهار. الخطوه الثالثه تشوفي هذوك الوسطاء اللي يبعثوا لك لوغو تتبعث لهم الدينار. واخيرا خلاص تقدروا تشرو من لو سيت كيما تحبوا، ولي سيت تاع الخارج فيهم لي شوا حاله ماشي كيما حنا هنا عندنا في الجزائر باش تصايبي الحاجه بالسيف. فوالا البنات، واي سؤال واحد اخر يكون راهو في بالكم على كيفاش تخدموا لاكارت فيزا ولا اي حاجه متعلقه بلاكارت فيزا، ابعثوا لي في الانستغرام راني نجاوبكم، سينو هنايا سخصوني في التعليقات نجاوبكم ما كاش مشكل. الحاجه الثانيه البنات هي الصفحه، الصفحه الخاصه بيا اللي نشري بها للناس هي واسمها كيما راكم تشوفوا شيئين تيبازا. هذه هي الصفحه تاعي والخاصه بيا، كنت ندير لا ليفريزون غير تيبازا بليدا والجي هذا ما كان. مي ابري لو كونفينمون ان شاء الله رايحه نتعامل مع لو ام اس ونلحقوا الكامل لي ولايه باذن الله. فوالا كلكز ارتيكل اللي حطيتهم في لاباج. السؤال اللي دائما يتطرح عليا في لاباج، اسكو تجيبي لنا غير هاد لي ارتيكل اللي هما هنايا ولا تجيبي لنا كامل لهم في لو سيت شيين؟ نجيب كامل في لو سيت شيين، نجيب من علي اكسبريس، من كامل لي سيت. فوالا شويه تاع لي ارتيكل اللي كانوا وصلوا للناس وبعثوا لي. نفع البنات كيما قلت لكم نجيبو من عند كامل يزيد. وشنو علاش نتعامل مع شيئين بزاف؟ باسكو شيئين عندكم ماكسيموم هكاك ماكسيموم هكاك 120 يوم نورمالمون توصل لا كوموند.
سينو من 15 يوم حتى 15 يوم حتى 22 يوم هكاك توصل لكم، ما تبقى لكم على ليفريزون هنايا باش نوصلوها لكم. هذا ما كان باغ كونتر كيما علي اكسبريس طول 2 موا، علي اكسبريس 2 موا باش توصل لكم لا كوموند تاعكم. وكاين بليزيور سيت واحد اخرين نيمبورت كال سيت حبيتو تشرو من عنده نجيب لكم لا كوموند ماشي مشكل. حتى الكونت هذا تاع شي انتفاضة راه بخس كامل غوز راكم تعرفوني بلا ما نحكي لكم لا غالب اللي ما لقاتش لاباج هذه تاع شي انتفاضة فاتي في انستغرام مدها لها ثاني. فوالا شويه لي زارتيكل اللي حاطط لهم في لاباج، كاين ميم حاجات شريتهم انايا ليا راكم شفتهم ديجا في لا فيديو تاعي لي فيديو تاعي هذوك تاع لي زارتيكل الكيوت اللي ديتهم في جهازي اللي رايح نديهم ان شاء الله. فوالا شيئين الحاجه اللي تميز شيئين على علي اكسبريس، علي اكسبريس في الحوايج لا كاليتي شويه تجي ناقصه، البخي يجي ناقص ولا كاليتي ثاني شويه ناقصه. ماشي ان بخات كامل حوايجهم لا كاليتي تاعهم شباب بزاف، كامل كاليتي تاعهم شابه. لي بخي البنات كاين بزاف اللي يقولوا لنا علاش كيقولوا لكم بخي تقولوا لنا بخي بي. دوكا دوك كي نهبط لكم لتحت كامل تشوفوا لي بوبليكاسيون الاولى كامل تاعي في هذا الانستغرام تاع شي انتي بازا كنت نكتب لي بخي. هنا في الاول كي بديت نتعامل مع لو سيت من بعد عرفت بلي لي بخي كابابل يزيدوا وكابابل ينقصوا. الوغ نكتب لك هنا زعما 150 بالك ما جايك تروحي تشري يكون 120 بالك تروحي تشري يكون 160. الوغ لي بري يتبدلوا في لو سيت ما يبقاوش دائما هما فهمتوا علاش مولين نكتبوا لي بري؟ ام جاوا لي فوتو اللي كنت نكتب فيهم لي بري ها هم ليك. هذا شي 270 من هاد لا روب نورمالمون كتبت فيها لي بري. هادي نفس لا هاي وي او جوز البري كنت نكتب في الاول لي بري من بعد بروبليم دي فوا ينقصو دي فوا يزيدو. الوغ البنات ما نكتبولكمش لي بري في لي بوش تاعنا باسكو يتبدلو، ما ندو بزيادة و نحسو من بعد بتأنيب الضمير، ما ندو بنقصان و نخسرو حنايا. فوالا البنات نورمالمون نكون جاوبت على كامل التساؤلات تاعكم. ابارتي بعد كانت عندكم كيسيون واحدة اخرى بعثوها لي في الانستغرام، ما تنساوش تخلوا لي كومونتير لتحت. تهلاو في روحتكم بزاف بزاف البنات، ميرسي بوكو، سلام.